يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، وكفى بهما نعمة، أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره ولا معبود بحق سواه. رب لك الحمد لا أحصي الجميل، إذا نفثت يوما شكات القلب في كربي، فلا تؤاخذ إذا زل اللسان، فما شيء سوى الحمد في الضراء يجمل بي. لك الحياة كما ترضى، بشاشتها فيما تحب، وإن باتت على غضبي. رضيت في حبك الأيام جائرة، فعلقم الدهر إن أرضاك كالعذب. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. كالغيث ذكرك يا حبيبي لم يزل يسقي القلوب محبة ونعيما. يا سيد الثقلين حزت مكانة ومقام عز في النفوس عظيما. يا من سلكتم نهجه وسبيله، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. الصيام، وما أدراك ما الصيام؟ يطل علينا شهرٌ عظيمٌ كريم قد حبانا الله به. الصيام عبادةٌ قوامها أن يمتلك المرء نفسه، وأن يحكم هواه، وأن تكون لديه العزيمة التي يترك بها ما يشتهي. قوام الصيام تحرير الإرادة الإنسانية، وجعلها تبعاً لأوامر الله العظيم الخالق لا لرغائب النفس. تحرير الإرادة هو الفرق الهائل بين الإنسان والحيوان. إن الدابة تفعل ما تحب وتدع ما يضايقها، والمسافة بين عزيمتها وشهواتها معدومة، بل لا عزيمة هنالك، ولا صراع بين شهوات وواجبات. أما الإنسان المخلوق العظيم، هذا المخلوق هو الذي يبحث عن زواجر وروادع تردعه وتضبط إرادته، فإن غلب رشده كان عقله حاكماً لرغائبه، وإلا فهو إلى الدواب أدنى والعياذ بالله. وذلك
وليس الصيام عن الشهوات فارقا بين الإنسان والحيوان فقط، بل هو فارق بين الناجحين من الناس والفاشلين. فالنجاح في كل شيء، النجاح في كل شيء قدرة على تحمل على تحميل النفس الصعاب وتصبيرها على الشدائد، وقدرة على منعها ما تستحلي، وفطامها عما تبغي. هذا حقيقة الصيام، حقيقته الذي شرع وشرع الله الصيام كي يدرب الإنسان على قيادة شهواته لا الانقياد لها. وفرق بين الانقياد والقيادة. ومن هنا حرم على المؤمنين من مطلع الفجر إلى أول الليل أن يجيبوا رغائبهم، وأن يتمرنوا على الحرمان المؤقت، وأن يتدربوا عمليا في فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. طريق النار مليء بالشهوات والرغائب المحرمة، يستمتع ويستحلي ويتخطى ويقتحم، ثم النهاية النار وبئس المصير. أما طريق الجنة صعاب وشدائد وصبر وتصبير ومصابرة ومكاره، ثم النهاية الجنة. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. ثم الصيام عبادة امتناع، عبادة امتناع أي هي عنصر سلبي لا يراه الناس عادة كسر الإخلاص تماما، أو ما يقال عنه عند علماء القلوب: الإخلاص سر في القلب لا يطلع عليه إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولذلك لما كانت عبادة الصيام عبادة ترك، كان الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام فيما قاله ربه: كل عمل ابن آدم له حظ فيه يطلع عليه الناس، قد يريد ملاحظة الخلق عن الخالق وتتفاوت نسب هذه الملاحظات. إلا الصوم، إلا الصوم ترك وليس فعل، ترك فإنه لي وأنا أجزي به، ولك أن تتخيل وتذهب بعقلك وروحك عندما يقول الحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، لكن في الصوم يقول: أنا الكريم الجواد الحنان المنان الغني سبحانه وتعالى ونحن الفقراء إليه. يقول: إلا الصوم وأنا أجزي به جزاء لا يعرف حده ولا مداه إلا الله سبحانه وتعالى. فهي عبادة امتناع، امتناع الطبائع المادية، امتناع البطن والفرج كذلك، امتناع عن مطاوعة الغضب والاستفزاز. ولذلك خلق الصيام يربي السكينة، يربي الهدوء، يربي الوقار، لا تتكئ على استفزازات الناس التي تستفزك من هنا وهناك وبين الفينة والأخرى، وحين تمتزج وتختلط بالخلق لا تتكئ وتتهم الصيام. الصيام جاء ليهذب هذه النفس الجامحة التي تقتحم وتستجيب لكل استفزاز. فقال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به.
الصوم جنة، درع، وقاية من أن يقتحم الإنسان المحرمات. فإن كان صوم يوم أحدكم فلا يسخط ولا يرفض ولا يجهل، لا يرفض، لا يقول كلاما قبيحا أو ما يوحي يوصل إلى الحرام والصخب، الصياح والرفث، الجماع، ولا يجهل، لا يستجيب لدواعي الغضب، لا يستجيب لسفهاء الناس الذين لا يبالون أن يؤذوا فلانا أو فلانا، لا يستجيبون لسباب أو شتام، ليس في الشارع فقط بل حتى في صفحات الفيس وفي التغريدات وفي مقاطع تسب فلانا وتلعن فلانا وأنت في حال الصوم. تماسك، إلا الصوم فإنه لي. كلما تماسكت كلما ثقل ميزان الأجر والثواب عند الله، ثم كلما قدت نفسك ولم تستطع قيادك إلا الصوم فإنه لي. فإن كان يوم الصوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط ولا يجهل. وإن سابه أحد، إن سابه أحد أو قاتله عراك، فليقل إني صائم، إني صائم، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم، أي الرائحة التي يتغير فم الإنسان نتيجة فراغ المعدة، لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. انظر إلى مقام العندية هنا، عند الله وليس عند الناس، عند الله. للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه، فرح بصومه حينما تماسك، فرح بصومه حينما لم يسب ولم يلعن ولم يستجب لدواعي الاستفزاز والغضب. نعم الصوم فيه مشقة، لكن المشقات أنواع وتتفاوت. وهل يتصور إيمان لا مشقة فيه؟ هل يتصور أن تكون هناك طاعة لا مشقة فيها؟ إن المشقات المقدور عليها لا بد منها من لترويض النفس وتعويدها على أعباء التكليف. ويصعب أن يتصور إيمان لا مشقة فيه، هذه مشقة مصاحبة لا تنفك عن التكليف. نعم هناك مشقات لنهوض الكمال، مشقات عليا أصحاب النفوس الكبيرة، هذه المشقات تحمل أصحابها على مكابدة الناس والعنة والصبر والجهاد والمجاهدة. وقد بين الله لنبيه عليه الصلاة والسلام طرفا من هذه المشقة حينما قال له: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إنه قول ثقيل بما يتضمنه من واجبات عظام، ولكنها طبيعة المناصب العليا، طبيعة السمو، طبيعة التسامي، لا ينفك أبدا عن الأحمال الثقال. وهذه أيضا مشقة لخاصة الخاصة، أولئك الذين رضوا أن يسيروا في موكب الأنبياء، فاصطفاهم الله اصطفاء فكن منهم، ولا تسقط من عين الله، ولا تحتقر نفسك، وكل من سار على الدرب وصل. نعم قد تكون هناك مشقات غير مقدور عليها، وتحمل النفس ما لا تطيق، ولم يكلف الله أحدا فوق طاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن التدريب لازم على المشقة الأولى، ثم التهيئة للمشقة الثانية لكبار النفوس. فإذا صاحبها مشقة ثالثة لا يستطيع المكلف أن يفعلها سقط الصيام. هنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهنا يستبين أن الصوم ليس تعذيبا جسمانيا وليس تعطيلا عن عمل،
الصوم ليس مهمة مبهمة ضد الجسد، كلا، إنها خطة واضحة ومنهج مبين لتزكية القلب ودعم الإيمان واحتساب التعب عند الله سبحانه وتعالى. إنه جو يرشح القلب للتقوى والنقاء والصفاء، بل ذكرنا أيضا ربنا سبحانه وتعالى ونحن في هذا الشهر العظيم أنه شهر نزل فيه القرآن، شهر اختاره الله من بين الشهور أنزل فيه أعظم كتاب، كتاب يربط الأرض بالسماء، كتاب يربط الخلق بالخالق، وثيقة خالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذه إشارة عندما ذكرنا وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إشارة إلى أن على المؤمنين الذين يقضون سحابة نهارهم على ما وصفنا من ضبط للنفس وعدم السباب وعدم الجهل على الناس، عليهم أن يتهيأوا بعد هذه الدورة النهارية إلى أن يصطفوا في محاريب الروح وأشواقها، وأن يصطفوا بين يدي ربهم يرطبون ألسنتهم بذكر كتابه العزيز. فهو شهر طهارة في النهار واصطفاف بين محراب الله سبحانه وتعالى في الليل، فهو تخليح ثم تحليح كما يقول علماء القلوب، وأقرب ما يكون المسلم في هذا المقام، أقرب إلى رضوان الله وأقرب إلى غفرانه، ما أحوج العبد إلى مغفرة ربه وهو يرى عمره يطوى في كل يوم، ثم يكرمه الله بأن يدرك محطة عظيمة يصفي ويرشح فيها نفسه أن يكون من الأتقياء، حينما قال صلى الله عليه وسلم: رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، ثم يحضن كتاب ربه ويرطب لسانه بتلاوة كلماته ويتحدث مع مولاه الذي غاب عنه 11 شهرا، حينما قال عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. ليس حافظ القرآن، إنما قارئ القرآن المتعلق بالقرآن الذي رفيقه هو المصحف، وطوالهن مع الهموم قصيرة وقصارهن مع الهموم طوال. فإذا دخل وقرأ استحضر هذا المعنى: صيام وقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة، يشفعان للعبد. يقول الصيام: أي رب، أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ثم يقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان فيكون العبد من أهل الجنة. إن للصائم دعوة ما ترد أبدا، فهو موطن إجابة الدعاء. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: اللهم إني، وهو راوي الحديث، إن للصائم دعوة لا ترد، قال: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. فإذا غفر الله للعبد هيأه في الحياة أن يكون من أهل الجنان. ثلاث لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والمظلوم حتى ينتصر، والمسافر حتى يرجع. وهذا كله ذكر الدعاء، ذكر الدعاء في الصيام هو الذي ختمت به آيات الصيام، حينما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم ذكر أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين،
ثم استرسل في الحديث وقال في آخر الآيات، آيات الصيام: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ثم ضخ النبي صلى الله عليه وسلم حديث كثير عن الدعاء مرتبطة بهذه الآية التي تلت آيات الصيام، وهي: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إنه شهر مبارك عظيم، إنها نعمة من الله على العبد أن يمد في عمره لإدراك مواسم الخير، تتضاعف فيها الأجور والأعمال، تكفر فيها السيئات، يمحى ماض من سنة كاملة من صام رمضان إيماناً واحتساباً أن الله أمر، واحتساباً للأجر والثواب، غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان ترك مشاهدة ما لا يليق والمؤذن ينادي بالصلاة للعشاء وصلاة التراويح والبرامج تضخ علينا من كل حدب وصوب، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد جلب وزمجرة وخيول من الشياطين، يقوم منتصبا وهو يسمع نداء الأذان: حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر، من كل ما يشاهد من الفكاهات والمسلسلات، لأنه مدرك أنها لعلها تكون محطته الأخيرة في هذه الدنيا، لعله آخر رمضان يعيش فيه في هذه الدنيا، وهو يستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان، قام التراويح، قام الليل إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، فأرى الله من أنفسكم خيراً، واشكروه أن بلغنا هذا الشهر العظيم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأله أن يكون شهر خير لصلاح البلاد والعباد، وأن يلهم كل من يريد خيراً لهذه البلاد التوفيق والسداد، ومن أرادها بسوء أو خلابة أو خديعة أن يكفينا الله شره، إنه هو القوي العزيز. اللهم ألف على الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، اهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم حبب إلينا الطاعات، حبب إلينا ذكرك، نسألك نور الإيمان وبرد اليقين
والرضا عنك وترضى عنا يا أرحم الراحمين. نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.